كل جميع الطيور والقطط تجتمع فقط حين بس يعلم أني قد دخلت إلى المسجد الأقصى المبارك. ذلك الفضل من الله، وأعمل وأفعل ذلك الشيء أكثر من 20 عام. كان بالأول كان يعني كنت أحضر السكاكر والطعام والحلوى للكبار السن، يعني كان وأنا يعني تعودت بعون الله من هذا الباب. كنت يعني كل من يلاقيني كان كبير السن أو ولد أو أي حتى إنسان يأتي إلى المسجد الأقصى كنت أعطيه شيئا يعني من الحلوى. ثم يعني انتقلنا كما أنت يعني كما شاهدت الآن يعني القطط والعصافير والحمام وكل هذه الأشياء.